مساء الخير، أهلا وسهلا بكم معنا في تغطية إخبارية جديدة من داخل صالة تحرير المصري. اليوم هكون فيها مع حضراتكم يسر البدري، هنتكلم فيها عن النهاردة الخميس، لكن احنا هنبدأ نقول سبت، حد، اثنين، ثلاث، أربع، خميس. ده الأسبوع الأول في العملية التعليمية، الأسبوع الأول مدارس. عنوانه إيه؟ عنوانه عنف، وفاة. واحد شرح زميله بموس في الدقهلية، طالب بيلقى مصرعه بعد خناقة مع زميله في كفر الشيخ، الخناقة على التختة الأولى. والعيال اللي تاهت في الإسكندرية في اليوم الأول في المدارس، كمان الطالب اللي عمل إشارة مسيئة في الأليوبية، وكل اللي حصل في الأسبوع الأول من المدارس هتلاقوه في تغطيتنا الإخبارية مع حضراتكم. اليونيسيف كانت ليها حاجة بتتكلم إن هو لا ينبغي أن نخشى أن يذهب أحد إلى المدرسة، مع ذلك تعتبر المدرسة مكانا خطيرا بالنسبة للعديد من التلاميذ في شتى أنحاء العالم. وللأسف فإن عنف المدارس بدءا بالتنمر وانتهاءا بالتحرش الجنسي والعقاب البدني شائع جدا، لدرجة أن يشعر المرء بأن الأمر لا مناص منه. ولكن ليس الأمر المحتم أنه أمر يمكن تفاديه، وبإمكاننا جميعا أن نقوم بشيء ما تجاه وقف العنف في المدارس. الأسبوع الأول زي ما قلت لحضراتكم شهد العديد من الوقائع الغريبة والمؤسفة على العملية التعليمية. هنبدأها بواقعة كفر الشيخ. وقعة كفر الشيخ تحديدا في مدرسة اسمها مدرسة ميت علوان، حدثت خناقة بين طالبين، الطالب الأول محمد عيد محمد شحاتة، طالب بالصف الثاني الإعدادي، واللي لقب إعلاميا بأنه شهيد التختة الأولى في كفر الشيخ. حدثت بينه وبين زميله مشاجرة بسبب كل منهم يرغب في الجلوس على التختة الأولى بالفصل. الأهالي وأقارب الطالب قالوا إن زملائهم ضربوه، زملاء الضحية يعني، ضربوه وخنقوه في ظل الفوضى اللي موجودة في المدرسة وعدم السيطرة على الطلاب، وطلبوا محاسبة المقصرين ونقل جميع المدرسين بالمدرسة لمدارس أخرى. ده اللي كان بيقولوا فيه وقبل ما يلقى الطالب ده مصرعه. بالأمس كانت هناك جنازة هذا الطالب، الآلاف من عزبة الصعايدة بكفر الشيخ ودعوا الطالب اللي لقبوه بشهيد التختة الأولى، وده أول ضحية بيسقط في أول أسبوع من العام الدراسي الجديد. في كلام غريب غير التنديد والمطالبة بالقصاص ومحاسبة المسؤولين عن المدرسة. أحد موظف المدرسة وهو موظف إداري قال إنه الفصل فيه 43 طالب ويصعب على المدرس المرور داخله مش السيطرة على الطلاب. في الوقت اللي النيابة العامة بدأت التحقيق في هذه الواقعة وقررت تشريح جثمان الطالب ودفن الجثة بعد التشريح، والنيابة العامة بتجري تحقيقات في هذه الواقعة. احنا بنقول لحضراتكم إنه هذه الواقعة واقعة غريبة جدا تحصل في مدينة كفر الشيخ في الأسبوع الأول للعملية التعليمية. وأهل الضحية شيعوا جثمانه بالأمس من منطقة عزبة الصعايدة بكفر الشيخ وسط هتافات بالطالب بالقصاص ومحاسبة المسؤولين. من كفر الشيخ للإسكندرية. إسكندرية كانت في أول يوم عملية تعليمية على العملية التعليمية واقعة لا توصف إلا بالإهمال الشديد من قبل مسؤولي مدرسة عمر مكرم الابتدائية التابعة لإدارة المنتزه، واللي سببت في حالة من الهرج والمرج بين أولياء الأمور. مسؤول الأمن في المدرسة فتحوا أبواب المدرسة وقاموا بإخراج الطلاب في الصفوف الأولى قبل الموعد المحدد الرسمي بخروجهم بنص ساعة. والأهالي لما راحوا ياخدوا عيالهم من المدارس فوجئوا إنه أولادهم مش موجودين وإن هم انصرفوا قبل الموعد المحدد من المدرسة. الحالة دي أدت لحالة توهان لعدد كبير من الطلبة في الإسكندرية، وتسببت في حالة هرج ومرج من الأهالي وشجار بين الأهالي والمسؤولين عن المدرسة.
انتهى الأمر بتحرير أولياء الأمور بلاغات في أقسام الشرطة ضد المدرسة وضد القائمين عليها. الموضوع ما مرش مرور الكرام، والكلام ده على لسان الدكتور محمد سعد وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، اللي أحال المتسببين في واقعة خروج الطلبة من مدرسة عمر مكرم التابعة لإدارة المنتزه التعليمية قبل الموعد المحدد للشؤون القانونية للتحقيق. وقال إنه قيام مسؤول الأمن بفتح أبواب المدرسة وإخراج الطلاب قبل الميعاد ده لن يتكرر مرة أخرى. وكيل الوزارة قال إن المشكلة تكمن في دخول أولياء الأمور والأهالي للمدارس من أجل جلوس أبنائهم في الصفوف الأولى، وتم السماح لهم بالدخول وحدثت حالة من الهرج والمرج بين الأهالي. وتزامن ده مع خروج بعض الطلاب قبل الموعد اللي حددته المدرسة، خاصة المدرسة بتعمل على نظام فترتين. كمان وكيل وزارة التربية والتعليم قالت في تصريحات للمصر اليوم يوم الواقعة إنه الأمن هو اللي مسؤول عن الواقعة، كون إنه هو قام بفتح أبواب البوابة لأولياء الأمور، خاصة إنه هو ممنوع دخول الأهالي إلى حرم المدرسة، وشددت إن الواقعة دي لن تتكرر مرة أخرى، متمنية أن يثق أولياء الأمور في مسؤول التعليم في هذا الشأن. من قصة الإسكندرية وقصة كفر الشيخ لثلاث وقائع شهدتهم محافظة المنيا. وقائع مؤسفة، الواقعة الأولى مدير مدرسة العدوى الابتدائية أبلغ الشرطة بتعدي أحد أولياء الأمور على إدارة المدرسة بالسب والقذف دون سبب قانوني. كمان مدير مدرسة طوخ بمركز دير مواس أبلغ نقطة شرطة طوخ بقيام أحد أولياء الأمور باقتحام المدرسة والتعدي على التلاميذ داخل المدرسة بسبب خلافات مع نجله وتهديد معلم بالتعدي عليه بالضرب خارج سور المدرسة، فيما اتهم أحد أولياء الأمور بقرية دير جبل الطير أحد المعلمين بمدرسة دير جبل الطير الابتدائية في سمنلوط بالتعدي بالضرب على نجله وقيامه بنشر صور عبر صفحة التواصل الاجتماعي بواقعة الضرب. من جانبها نقابة المعلمين بسمنلوط أصدرت بيان: نحن لا نقبل أن يتهم المعلم بالبلطجة، ولا نقبل إهانة أي معلم ولا تعدي أو تطاول من أولياء الأمور، والنقابة ستقف مع معلميها بكل قوة لأنهم من صناع الأجيال. من المنيا ومن كفر الشيخ ومن الإسكندرية هنروح للأليوبية. الأليوبية كلكم تابعتوا الصور اللي كانت موجودة في مدرسة الخنكة للأطفال وهم قاعدين على الأرض وبيتكلموا إنه مديرة المدرسة أو المسؤولين على المدرسة ما نسقوش مع هيئة الأبنية التعليمية عشان يجيبوا مقاعد وأساس للطلاب، والطلاب قضوا يومهم الأول ويومهم الثاني على الأرض وافترشوا حقائبهم في هذه الواقعة. برضو الواقعة دي فيها تحقيق ويضاف للسجل الخاص بأول أسبوع مدرسة. هل وزارة التربية والتعليم استعدت جيدا لقصة الأساس وقصة المقاعد وقصة الأبنية التعليمية لكل المدارس؟ الإجابة لا، والدليل اللي حصل في مدرسة الخنك. الأليوبية برضو أعلن الصادق السيد مدير التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم فصل طالب لاتهامه بالإشارة البذيئة هو وزميله لمعلمه داخل فصل في مدرسة شبرا الخيمة لمدة 15 يوم وفقا لضوابط وزارة التربية والتعليم في هذه الوقائع. السيد قال في تصريحات إن الطالبين دول نشروا صور مسيئة، أحدهما يستهزئ بأحد المعلمين داخل مدرسة بهتيم التجارية، حيث يظهر الطالب وهو يقف خلف المدرس داخل الفصل رافعا يده بإشارة غير لائقة، والآخر يقوم بتصويره وتقرر فصلهم رغم تقديمهما اعتذار للمدرس. كمان الصادق السيد قال إن هو تم تشكيل لجنة من وزارة التربية والتعليم بالأليوبية للتحقيق في الواقعة، اللي بجانبها أرسلت مذكرة للإدارة التعليمية بشبرا الخيمة لزيادة عقوبة الطالب وزميله. كمان محافظة الأليوبية أصدرت بيان بشأن ما تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من قيام أحد طلاب مدرسة بهتيم التجارية بالإساءة إلى المعلمين أحد المعلمين داخل الحصة الأولى لمادة اللغة العربية، فقد اتخذت كافة الإجراءات العقابية الفورية بتحويل الطالب وزميله إلى اللجنة الحماية المدرسية وفقا للائحة الانضباط المدرسي، والتي قررت إيقاف الطالبين لمدة 15 يوم مع تحويل الأمر إلى لجنة الحماية بالإدارة التعليمية لاتخاذ ما يلزم.
كمان تم إحالة الموضوع للشؤون القانونية للتحقيق فيه تجاه أي مقصر. طبعا القصة دي كانت بطلها مواقع التواصل الاجتماعي اللي أظهرت بعض الصور لطالب بيقف خلف معلمه في الصف في الفصل داخل مدرسة بهتيم التجارية، والتقط زميله التاني صورة ليه هو وبيقوم بهذا التصرف الغير مقبول. من الأليوبية لوقعة من أخطر الوقائع، الوقائع دي يا جماعة حصلت من السبت للخميس اللي احنا بنتكلم فيه، يعني ده ودي أبرز الوقائع، مش كل الوقائع، دي الوقائع اللي احنا قدرنا نرصدها واللي بدأت الأجهزة التنفيذية في التربية والتعليم وفي المحافظة تبدأ تشتغل عليها ويحصل فيها تحقيق. نيابة أجا في الدقهلية قررت إيداع تلميذ في الصف الرابع الابتدائي بأحد دور الرعاية الاجتماعية لمديرية التضامن الاجتماعي لمدة 4 أيام لاتهامه بإصابة زميله ب14 غرزة بشفرة حلاقة في أول يوم دراسي داخل الفصل، وطلبت مستخرجا رسميا من شهادة ميلاد الطفل المتهم وعرض الطفل المصاب على مستشفى أجا المركزي لعمل تقرير طبي عن إصابته والفترة اللي يحتاجها للعلاج. كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغ بإصابة تلميذ بالصف الرابع الابتدائي بأحد المدارس التابعة لإدارة أجا التعليمية على يد زميله وإصابته داخل الفصل بموس حلاقة. الأجهزة الأمنية انتقلت وتم نقل الطفل للمستشفى وتبين إصابته بجرح قطعي يحتاج ل14 غرزة جراحية، وتم التحفظ على الطفل مرتكب الوقعة وتحرير محضر اللي تم إحالة المحضر ده للنيابة العامة اللي تولت التحقيق. النيابة استمعت لأقوال والد الطفل المصاب وأكد أنه هو علم بإصابة نجله بعدد 14 غرزة جراحية في أول يوم دراسة، وحاولت إدارة المدرسة تدارك ما حدث، فأخذت الأخصائية الاجتماعية بالمدرسة نجله لدى طبيب خاص في القرية والذي أدى دوره في خياطة الجرح وعادت به مرة أخرى إلى المدرسة. أكد والد الطفل في التحقيقات أنه فور علمه بالواقعة تقدم ببلاغ لمركز شرطة أجا للحفاظ على حقوق نجله، خاصة أن الإصابة في جبهة نجله ولا يمكن ويمكن أن تترك له أثر. بسؤال الطفل الضحية استدلالا اتهم زميله بالفصل بضربه في الجبهة بشفرة حلاقة داخل الفصل مما تسبب في إحداث نزيف، وأن الأخصائية الاجتماعية بالمدرسة أخذته إلى الدكتور وتمت خياطته وإعادته مرة أخرى للمدرسة. الأجهزة الأمنية تمكنت من إحضار الطفل المتهم باستخدام شفرة حلاقة وإصابة زميله، وعند سؤاله استدلالا في التحقيقات اعترف بارتكاب الواقعة متهما زميله بسبه والتعدي عليه، وقررت النيابة إيداع الطفل المتهم بدور رعاية 4 أيام على ذمة التحقيقات. مصدر قانوني قال إن الطفل لا يجوز حبسه وإنما يتم إيداعه دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي عملا بالمادة 119 من قانون الطفل، والتي نصت عدم جواز الحبس الاحتياطي للطفل الذي لم يبلغ 15 سنة. في نفس السياق النيابة الإدارية بدأت تحقيق في الواقعة دي تحديدا، وكلفت نيابة أجا الإدارية تحقيقاتها اللي تقدم بها والد أحد التلاميذ بالصف الرابع مدرسة عمر ابن الخطاب الابتدائية التابعة لمركز أجا، والتي اتهمت فيها المسؤولين بالإهمال الجسيم مما ترتب عليه قيام أحد التلاميذ بالتعدي على نجله بشفرة حلاقة داخل الفصل أثناء اليوم الدراسي اللي كان يوم الحد، مما أسفر عن إصابته بجرح قطعي في الوجه استلزم خياطته ب14 غرزة. والنيابة الإدارية قالت في بيانها إن المستشار هاني عبد الواحد مدير نيابة أجا الإدارية أمر بقيد البلاغ، واستمعت المستشارة أميرة راشد رئيس النيابة على الفور لأقوال الشاكي والشاكية صباح اليوم اللي هو امبارح، والنيابة طلبت ان هو بمجرد لانتهاء التحقيقات هيتم عرض نتائج التحقيقات على المستشار عزت ابو زيد رئيس هيئة النيابة الادارية اللي امر بسرعة انهاء التحقيقات في القضية وموافاة النيابة الادارية بتقرير مفصل عما انتهت اليه هذه الاجراءات من التحقيقات. دي زي ما قلت لحضراتكم ابرز الوقائع اللي حصلت خلال اسبوع واحد فقط من العملية التعليمية أو المعاناة في أول أسبوع مدارس. طيب دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أكيد عند حضرتك غرفة عمليات بترصد ماذا حدث في المدارس إحنا في الأسبوع الأول، فما بالك لما نخش في الأسبوع التاني؟ هل المدارس استعدت بشكل جيد؟ هل المدرسين اللي موجودين كافيين ولا لسه عند حضرتك عجز؟
لا مش هنقول لحضرتك ان العيال تاهت في الاسكندريه، اكيد حضرتك عارف وامرت بالتحقيق في الواقع على لسان اللي موجود، ولا هنقول لحضرتك على الحاجه اللي قدام النيابه العامه بتحقق فيها سواء في القليوبيه او في الدقهليه، او الطالب اللي داخل المدرسه بشفره حلاقه عور زميله ب 14 غرزه في وشه وشوه له وشه، ولا هنتكلم على حضرتك على عجز المدرسين اللي حضرتك قلت انك انت هتشغل ناس بالحصه والحصة ب 20 جنيه واكتشفنا ان القصة ان هو عمل تطوعي، ولا هنتكلم على المدارس الغير مجهزة زي الصور اللي احنا شفناها في مدينة الخانكة، العيال قاعدين على البلاط حاطين الحقائب بتاعتهم في اول يوم في الدراسة، والنتيجة ان الابنية التعليمية ما وفرت لهمش المقاعد، ولا على المعلم الغير مؤهل اللي موجود في المدرسة اللي هو لا في مدرس نشاط ولا في مدرس إذاعة مدرسية، يجي اي مدرس موجود في الصبح يلا يا بنتي قولي نشيد وانتي قولي حكمه، يلا نعمل الاذاعه المدرسيه، يلا نعمل طابور الصباح، وانتظم اليوم الدراسي وكده الموضوع خلص. اعتقد ان العمليه التعليميه خاصه بعد مرور اسبوع واحد محتاجه لشويه من الانضباط، خاصه في ظل الاجراءات الاحترازيه اللي بتاخدها الدوله لقصه كورونا. دكتور طارق شوقي، دي ابرز الاحداث اللي ارتبطت بمحاضر شرطة وبلاغات في النيابة حصلت في محافظات مختلفة بتقول لك انه في معاناة من اول يوم في الاسبوع الاول للعملية التعليمية. تلميذ مات في كفر الشيخ، طالب شوه زميله في الدقهلية، الاطفال تاهوا في الاسكندرية، وغير وقائع اخرى بتعتدي على المعلم وتعتدي على القائمين في العملية التعليمية في محافظات المنيا او في القليوبية. بكده حاولنا نرصد لحضراتكم أبرز الحاجات وأبرز التفاصيل اللي حصلت في أول أسبوع من العملية التعليمية. كنت معاكم من داخل صالة تحرير المصري اليوم يسر البدري، وهنكون مع حضراتكم في تغطيات إخبارية جديدة كل ما يكون هناك جديد.